مدينة الرسا، البيئة والحاضنة الطبيعية من الأشجار تتعرض لخطر كبير جراء نقص المازوت، ويقوم الأهالي بقص هذه الأشجار من أجل التدفئة ونقص مادة المازوت. الرسا 30/10/2012. يعطيك العافية. شو عم تقص الشجر؟ قص الشجر للتدفئة لأنه ما في مادة مازوت، مقطوع المازوت، غاز ما في، الرسم بشكل عام، الرسم بشكل عام هذا هيك؟ الرسم بشكل عام عم نقص الشجر مشان ندفئة أطفالنا، بدنا ندفئ أطفالنا، ما في أطفالنا، أطفالنا ما عندها مازوت، ما في مازوت. طب هالكمية هي بتكفي مدينة الرسا كلها؟ إذا ما بتكفي لا مدينة الرسا ولا بتكفي ما بتكفي عائلتين. طب هالمات المازوت متوفرة يعني بسوريا ولا بس إنه بالرسا مقطوعة؟ بالرسا ما في خالص، بسوريا معدومة. السبب؟ مقطوعة عن الرسا الخالص. السبب؟ يا أخي حصار على كل الرسا للغاز ومن المازوت ومن الكهرباء وما عندنا شيء خالص.